بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى دهر الدهور كلها امين. اهلا بكم في حلقه جديده من اسرتي ايقونه في الكنيسه، ونحب في الفتره الجايه ناخد مجموعه حلقات او مجموعه كلمات عن انجيلي هو دليلي. الانجيل هو دليلنا للحياه الاسريه السعيده الفرحانه المقدسه، وهناخد بعض الايات اللي بتشير إلى الكنيسة والأسرة أو الأسرة الكنسية والرب. من التعليم الجميل اللي بناخده من سفر يشوع بن نون إصحاح 24، لما بنجد في آية 15 يشوع بن نون يكلم شعب بني إسرائيل ويقول لهم كده: إن ساء في أعيانكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. بيديهم الحرية إنهم حسب ضميرهم يختاروا طريقهم الروحي وعلاقتهم مع الله. بعدين يضع لنا مبدأ مهم جدا: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وهنا نقف عند هذا الإعلان الروحي العظيم اللي وضع الروح القدس على لسان هذا النبي العظيم يشوع بن نون: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية البسيطة وهذا الجزء من الآية بيدينا الحقيقة مبادئ مهمة جدا في الأسرة. يشوع بيقول أنا وبيتي، هو أسرته أهل بيته، بيعلنوا مبادئ في حياتنا الأسرية. أولاً بنفهم منها الالتزام بوصايا الرب في حياتنا، في قرارات البيت، في قرارات الأسرة، في سلوك الأسرة، في علاقتها مع بعض، علاقتهم مع الخارج، علاقتنا مع ربنا فيها التزام بأننا بنعبد الرب ولا الله هو ربنا أم لا. أيضا هذه الآية بتعلمنا مبدأ تاني، يحتاج كل المبادئ دي تحتاج تفاصيل، لكن النهاردة بنحب ناخد المبادئ دي. إن البيت، أنا وبيتي نعبد رب، البيت يكون مكان مقدس في حياة ولاد ربنا. الأسرة المسيحية لازم يكون البيت فيه اسم ربنا، فيه تقديس، فيه عبادة بصورة وبالصور، من الصور وبالأسلوب المناسب للأسرة. أيضا هذه الآية بتعلمنا إن البيت مثل الكنيسة، نظرة الأسرة للبيت كأنه كنيسة صغيرة. زي ما بنقدس الكنيسة بنقدس البيت، زي ما بنتعامل في الكنيسة ممكن نتعامل في البيت، زي ما بنشعر بوجود الله في حياتنا في الكنيسة نشعر بوجود الله في البيت أيضا. أيضا مع يشوع بن نون يعلمنا: أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنه يعلن مسؤوليته كأب وكراعي للأسرة أمام الرب عن رعاية أسرته في العبادة وفي الحياة المقدسة والعلاقة مع ربنا. هل إحنا بنحفظ هذا العهد بيننا وبين عهد وعهد بين راعي الأسرة، أب الأسرة ورب الأسرة والرب، إنه يرعى بيته في الرب. أيضا أما أنا وبيتي فنعبد الرب معناها إننا اختيارات حياتنا تبقى مقدسة. هل هنختار طريق ربنا ولا هنختار طريق المادة؟ هل هنختار التربية المقدسة ولا التربية المنفتحة التي تسمح بأي أفكار أو بأي عادات أو بأي تقاليد تدخل في حياتنا كمسيحيين وكأسرة مسيحية؟ أما أنا وبيتي فنعبد رب معناها أن البيت هو جماعة مؤمنين، زي ما بنقول على الكنيسة جماعة مؤمنين، البيت أيضا هو جماعة مؤمنين كلهم لهم علاقة روحية ولهم طريق روحي ولهم صفات روحية. البيت مفهوش انقسام، مفهوش خصام، مفهوش إهانات، مفهوش كلمات شريرة، من كل ما يخرج من الفم يقدس اسم الرب، مفهوش أنانية لأن الكنيسة ما فيها محبة. أيضا أما أنا وبيتي فنعبد الرب بتضع مسؤولية على الأب والأم، والأب بالأول إن هم القدوة التي تقود الأسرة في طريق الرب، لكي نكون بالحقيقة بنعرف إن إنجيلي هو دليلي وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.